بالنسبة لتعليقا على الموضوع يلي أثير واللي صار مبارح، نحن ضرور نحن بدي أقول للمواطنين إنه نحن كان في على الكورنيش البحري بمدينة بيروت مش بس نازحين، ومش بس نازحين من مختلف الجنسيات، ومش بس سوريين، كان في خيام، وكان في أراجيل، وكان في ناس فاتحة مصالح، وكان في خفان، يعني كان في محاولة أو بداية لبناء غرف باطونية على كورنيش بيروت البحري، وهيدا موضوع ما بيقبلوا لا القوى الأمنية ولا بتقبلوا السلطة القضائية ولا بيقبلوا أهل بيروت ولا بيقبلوا أي أهل لبنان ولا بيقبلوا أهلنا النازحين، لأنه بيروت عاصمة لبنان، بيروت لكل لبنان. رح ننقل للسرايا الحكومي أنه نحن بحاجة أكثر لمراكز إيواء ببيروت، مراكز الإيواء ببيروت يلي حيكونوا فيها الأشخاص النازحين يلي موجودين حاليا بالتعدي، والأشخاص النازحين يلي حاليا موجودين بدون مركز إيواء أو بدون مأوى.